السلام عليكم. كل يوم طبخة جديدة مع الشيف عبد الله الحمادي. طبخة اليوم راح تكون والله ما أدري. زين خلنا نقول سباجيتي بطريقتي، بينك سباجيتي، بينك صوص، شيء بيعجبكم إن شاء الله. تحتاجون سباجيتي النوع اللي عندكم في البيت. طبعا أنا أفضل دوم السباجيتي اللي يكون رقمه 5. أوكي، راح تحتاجون طماطين، بصل مقطع، وايضا ثوم مع زنجبيل رويتكم اياه قبل، كزبره، بقدونس، هذا الثوم مع الزنجبيل تستخدمونها، فلفل مجروش، انا فلفلي وايد حار فاحط بس شوي، تقريبا ملعقه صغيره من الكركم، كمية اللحم عندي مش كبيرة، كمون شيء بسيط، نعناع مجفف شيء بسيط، فلفل أسود شيء أيضا بسيط، وبابريكا أيضا. تعرفون أحب البابريكا في أغلبية طبخاتي، تقريبا ملعقة صغيرة، وثوم مطحون شوية من بعد. كزبرة بقدونس مع الزنجبيل بس. وقت تجهز فيه خلطتك او حمصك، تجهز ماء حار وتحط فيه شويه زيت زيتون. تحتاجون ايضا لتوميتو بيست مع الخلطه، مع الخليط هذا. بعد ما الشكل واللون استوى كذي احمر، اوكي، هني نضيف اللحم لان صلصتنا جهزت. الحين في هالخطوة راح نبدأ نحط البهارات دايركت على اللحم. من تغطي اللحم بالبهار تكون جاهز. خليها تزيد الماء هناك في الجدر الثاني، ليش؟ عشان نسوي المعكرونة هنا. وهني اللحم قاعد يستوي. طبعا بخف عليه النار شوي، نار عالية الصراحة وايد. هذه الطبخة هنا نفسها تقدرون تسمونها الكيمة، تقدرون تأخذونها وتأكلونها مع خبز عادي، تزيدون عليه شوية فلفل عشان تستوي كأنها طبخة هندية، تحطون عليها جرام مسالة تتغير تصير طبخة هندية، تحطون فيها روب تصير طبخة إيرانية. يعني هني اللعبة، هاي هي الستارت اب، وبعدين تسوون فيها اللي انت تبونه. الملح ونحط باستا عشان تستوي، أو السباجيتي عشان يستوي. طبعا راح نسويه بنسبة تقريبا 80% بس. مثل ما تعرفون أنا ما ضفت الملح، فراح أضيف الحين. كيف أضيف الملح؟ أنا كيف أقايس؟ بهاي الطريقة، شوفوا حرف الام كذي، بعدين كذي، وأكون كذي خلصت. هذا أفضل قياس بتسوونه على كل جدر وعلى كل طبخة. ضفنا ماي للخليط، بنخليه الحين يفور. دائما يوم بتفلتر باستا رش فيها اوليف اويل شويه على اساس انها ما تلصق. نحط كريمة الطبخ على اللحم عشان يستوي لون الصوص بني ويعطي ثكنس كثافة للطبخة نفسها. كريمة الطبخ تقريبا 500 ملي كاملة، لاني ابغي اللون فعلا يتغير.
بخليها تطبخ بس لمدة دقيقتين 3 دقائق بالكثير، وبنيب الباستا بنحطها داخل ونخليها تطبخ مل 5 دقائق تاخذ النكهة، 10 دقائق بالكثير على نار هادية جدا ونكون خالصين. Just show them ان راح نحط الباستا الان في داخل الخليط كاملة على ما هي، وبنخليها بعد تشرب الخليط اللي احنا مسوينه. يا سلام يا سلام يا سلام. وصل لهالمرحلة لازم تستمر بالتحريك، لانك لو ما حركت احتمال كبير جدا ان الباستا تحترق. الباستا طريقة التسكيرة مالتها غير عن طريقة تسكيرة العيش او الرز.